أنه حينما يرفض الجيران أن يكونوا شركاء في بناء الحاضر والمستقبل ويفضلون عكس ذلك أن يكونوا خصوم يجرون إلى الماضي ويجتهدون ويعاندون من أجل إفراغ كل الجهود والطاقات في متاهات لا تنتهي، فإنهم يكبحون الاندفاع الطبيعي نحو التقدم ونحو البحث بكل بساطة عن تحقيق التطلعات الطبيعية لكل إنسان نحو حياة لائقة، نحو السعادة وراحة البال وتحقيق الاحتياجات المادية والمعنوية، وبالتالي يغلقون منافذ الطريق نحو المستقبل، أو كذلك يعتقدون. يفضلون المشاحنات والأزمات وتعقيد شروط الحياة، يستمتعون بالألم، يحتاطون بإشراقات الأمل، ونحن نبحث عن السبب والهدف. لا شيء أخواتي إخواني مجرد إرضاء أوهام العظمة والاستئساد في المنطقة، أوهام تنتمي إلى زمن تجاوزه العالم، ربما لأنه لم يصل بعد إلى مسامعهم أن الحرب الباردة قد انتهت منذ ربع قرن، وأن الصراعات الجهوية تركت مكانها للتكتلات والاندماجات التي هي مصدر القوة وإثبات الذات. كل مناطق العالم باستثناء منطقتنا دخلت في تكتلات إقليمية وجهوية. كل مناطق العالم تطبق اليوم الحكمة الأزلية التي تعلمناها صغار، الاتحاد قوة، لأن إفرازات العولمة والأزمات الاقتصادية والمآسي الاجتماعية والحروب والإرهاب ظواهر لا ترحم، تطحن الضعيف وترمي به إلى الهامش، عرضة للبؤس، للفقر، للبطالة، للمرض، لانسداد الأفق وانعدام الأمل. وحين يختار الجيران التفرقة بدل الاندماج، والصراع الهدام بدل التوافق البناء، وإذكاء الأحقاد بدل الوئام، وانعدام والعداء بدل التعاون، فإنهم يطمحون لتحقيق كل ما ترفضه الشعوب، يحلمون بالبؤس وبالفقر وبالبطالة وبالمرض وبسداد الأفق وبموت الأمل، وهم يفعلون ذلك يخططون للأسوأ، لا يتحرك لهم ضمير ولا يهمهم أن يخاطروا بمصير المواطنين بسطاء، لأن أولى الضحايا هم البسطاء الذين يلوحون هذه الأيام بالسلاح، يهددون أمن المنطقة ككل، ويعبرون عمليا عن الروح العدوانية، ويسعون إلى تخريب نعمة الاستقرار وفتح باب جهنم على السكان الآمنين، حيث لا يمكن التكهن بحجم الضحايا ولا ببشاعة
المآسي. المملكة المغربية لا تخشى أحدا، الذين يجيدون استخلاص الظروف وقراءتها يدركون أن المملكة المغربية لم تهزها رياح الخصوم حتى حين تحالفوا دولا وآبارا للبترول في ظروف صعبة بالأمس، فبالأحرى اليوم وقد أحرزت بلادنا مسافة طويلة إلى الأمام بشهادة العالم في التنمية، في حقوق الإنسان، في الديمقراطية، في بناء أسباب المناعة والقوة، وفي الالتزام بسياسة متحضرة، سياسة اليد الممدودة والمرونة ورعاية الاستقرار. هذه هموم الحاضر كما يسعى الجيران إلى فرضها، ولكنهم أول من يعرف أن حاضر المملكة المغربية لا يفرضه الجيران بل تبنيه المملكة المغربية بإرادة ملكية صلبة